عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدينا الأكارم في كل مكان، صباح الخير عليكم من داخل سوق أندرومان. نسمع آراء بعض المواطنين وأيضا أصحاب محلات اللحوم في ارتفاع أسعار اللحوم، نتابع. نحن أهل أندرومان وجزارين منطقة أندرومان السوق الكبير، يعني الفترة دي كانت فترة علينا صعبة جدا بالزيادات بتاعت اللحوم. اللحوم دي زادت معانا زيادات كبيرة جدا حتى أثرت على العمل، وسبحان الله الزيادة جابها اللي هو الصادر والترحيل، يعني في فترة وجيزة جدا زيادة ما تتخيلوا، يعني اللحم وصل 2000 وقباني وصل 1800، وده كله من الترحيل والصادر، ويعني ما في زول راغب ولا في زول داري يشتري. سبحان الله الفترة دي فترة كانت صعبة جدا على الناس، وبناشد الحكومة يعني انه تراغب الحتة دي وتضبط لنا الأسعار بتاعت اللحوم وبتاعت الأشياء التانية دي، لأن الإقبال بقى صعب والحياة بقى صعبة جدا، حتى التجار يعني زيادات كده ما تتخيلها، غير اللحوم يعني الخضار البهارات الأشياء دي، السوق بقى طارد بالنسبة للمواطن طرد شديد جدا، وغلاء غلاء ما طبيعي. فيعني أناشد الحكومة إنها تنتبه شوية للأشياء دي، وبعدين السوق ذاته وسخان، وسخ ذاته ما عاد، يعني إحنا قبل فترة السوق ده بيتغسل، إحنا من موارد المنطقة ذاته من حي العرب، السوق ده زمان بنجي نلقاه نظيف وما في، وبعدين فريشة وده كله كان ما السماء في أي نظام. أنا محمد يوسف أحمد الفادني، جزار من سنة 1955، أنا أصل عمري 71 سنة، أنا في الجزارة دي من عمري 15 سنة. أنتم بتعرفين تعرفوا الارتفاع بتاع زهر اللحوم، ارتفاع زهر اللحوم الصادر. الصادر أكثر من 120 ألف شركة شغالة في الصادر، ناس الضان وخاصة الحمري. احنا هسه قاعدين سيخلينا الشغله دي، لانه ما معقول لو قلت لي لحم يجيني مواطن داير له كيلو تعبان اقول له 240 جنيه 2400 جنيه 2400 جنيه 2 مليون. اخواننا احنا ما زمان التور ب 15 جنيه، والله التور ب 15 جنيه، والله العظيم اقسم بالله العظيم ثلاثه، انا في الزين كيلو اسف في المحل واقف هذه قدام منا في الاخر، انا بعتها كيلو ضان ب 25 قرش، والله بعتها ب 25 قرش وانا كسبان، والله العظيم انا الكلام ده سنه 88 اخر 88، انا مشتري 220 راس ضان زغاوي بتاع الجنينه دي، اقسم بالله العظيم 220 راس ب 1600 جنيه، هسه 1600 جنيه دي بجيب العزود، والله سخل صغير ما تجيبه، والله سخل يعمل لها فطور ما تجيبه، والله بعد الكلام ده رفعوا لنا خروف كرامه، بدو خروف كرامه، رفعوا خروف كرامه، اصل الخروف بتاعهم لدير كرامه ثمنه 70 مليون. شوف المغارب، وانا طالب من المسؤولين من الحق تتدخل، انزلوا الشارع انزلوا الشارع شوفوا الحاصل شنو، يعني السوق الحاله صعبه شديد، خلاص حاله ما علم بها الا الله، يعني الناس وصلت مرحله صعبه شديد، يعني شوفوا السوق ده حس فاضي كيف، ما في زول عنده قدره يومين يشتري لك كيلو ولا نص كيلو ولا ربع كيلو بتاع اللحمه باثنين وبثلاثه، الخضار اقل خضار ب 500، يعني الحياة ذاتها بقت معقدة في أي ناحية، من أي ناحية أي حاجة تهبيشة، وكل زول سعره برا، كل زول عنده سعر برا، وكل زول عنده رأي برا، وعنده كل زول عنده كلام برا، والأسر دي كلها ما واحد، والناس دي كلها ظروفها ما واحد، يعني الحياة بقت أصبحت معقدة ما بعدها تعقيد، يعني وغاية نقول الحمد لله وربنا زي ما يقولوا يرفع ويسهل الأمور والفاخر ربنا يسويها. بسم الله الرحمن الرحيم، فتحي حسن الجزولي، نتكلم عن زيادة أسعار اللحوم. في الحقيقة زيادات غير مبررة وكثيرة جدا، وبعدين يوميا تقريبا، يعني أنت تشتري الليلة تجي بعد أسبوع تلقى في زيادة، وزيادة يعني ما معقولة كثيرة جدا. أغلب الأسر طبعا محدودة الدخل، وما يعني أحجمت عن شراء اللحوم، يعني اللي كان بيشتري في الأسبوع واحدة وكده، فيعني انا ما اعرف السر في ذلك شنو، هل هي مرتبطه باسعار الدولار، هل هي مرتبطه بالتصدير، هل هي مرتبطه باسعار اللحوم عالميا، فما اعرف انا السر في ذلك شنو، فبرجو يعني من المسؤولين يتدخلوا بالحته دي، لانه يعني يد الحياه بقت لا تطاق، يعني المواطنين
كثير جدا احجموا عن شراء اللحوم لانها بقت يعني كثيره جدا ولا استطاعتهم يعني بدوا يفكروا في بدائل ثانيه. والمشكله انه ما في بدائل في السودان دي يعني الناس عشان تمشي لبدائل ثانيه تشتري فواكه تشتري حياه لكن ما فيها. هي نحن مما قلنا يعني هي الحياه تقليديه لحمه وكذا يعني. فيعني نرجو يعني انه من ربنا يعني يزيل هذا الوباء وهذا القلاء. نشكركم على حسن المتابعه وعوده الى الزملاء في الاستوديو.